نحاول قد ما نقدر قبل ما نحطه بالطحين نحاول نشفه من المي تبعته، بيكون احيانا كثير عليه مي السمك. طيب راح ابلش اول شيء بالصوص اللي راح اعمله سانتوريني. راح احط زيت زيتون وراح احط عندي اللي هي برضه نفس الشيء حكينا البندوره. قبل البندوره بدنا نحط بصله حمراء نفرمها ناعم. طيب بس خلينا نقشرها. الله يطعمنا رحله على سانتوريني، مش بس ناكل صوص سانتوريني. ان شاء الله صراحه هلا جو بجنن. حلو سانتوريني اليونان اجمالا والسمك تحديدا. برافو عليك، يعني انا ما عمري اكلت اطيب اطباق السمك بحياتي، حتى سافرت كثير قبل من اطيبها كان باليونان وبقبرص. باليونان ما بضيفوا كثير بهارات، يعني يعني زي ما بشوف هلا هون ما عم بحط بهارات ابدا بالسمع. السمك الكلاماري يا زلمه اوف مستحيل، بس زي المارشميلوز طري كثير. ما هون يعتمدوا مكوشك دائما البحر الابيض المتوسط يزيد الثروه تبعته البحريه فخمه، يعني السمك اللي فيه كثير رهيب. هون الصوص عندي البندوره مع البصل مع التومة. ممتاز يا زلمة، انت زلمة فنان. طيب هون راح يغلو، راح اضيف اشي اسمه الكيبرز. الكيبرز يا جماعة اللي هو نوع من انواع المخللات موجود بكل السوبر ماركت. دوق حبة طعمه حامض وكثير زاكي مع السمك مع السالمون. ايوه قديه زاكي؟ لطيف جدا. طيب راح نضيف على البندورة وراح اخلي شوي للوجه. تقليبة سريعة، نحمي النار شوي عليها. حميله نقلبها. قلب له قصة يزيد. طيب وهون راح نرفع شوي النار وبدنا نبلش. شو نعمل هلأ؟ نبلش نقلي السمكات، نخلي هذا شوي يتهدى. هون راح نبلش ايش؟ بسمك السالمون. دخلتني على السالمون انت. طيب راح نبلش بالسردين. راح اجيب السردين، ما راح اعمله زي السمك العادي، مش راح اغطه بالطحين غط واطلعه ولا. بدي احط عليه طحين، ما بديش يكون فيه كثير كراست على الوجه. اوكي فبس بدنا نحط الطحين عليهم هيك عشان يعطيني قرشه للوجه. وراح احط اكيد ايش اللي بحب السمك؟ الكمون. راح نحط عليهم كمون، رشه ملح ورشه فلفل اسود. سلام. تقليبة سريعة مع هدول وبس هيك أموره ممتازة وجاهز للقلي صار عندي. نحاول قد ما نقدر قبل ما نحطه بالطحين نحاول نشفه من المي تبعته، بيكون أحيانا كثير عليه مي السمك. فهيك تقليبة سريعة، عندي الزيت هون حامي بس خلينا ميك شور انه الملح والكمون وصل كل مكان بالسمكات. شوفوا ما احلى هالمنظر. بنمسكه ونحطه بالمقلاي. فبس هون بدنا ندير بالنا نحاول. كيف الريحه؟ تقريبا كيلو سمك سردين صغير، طحين، كمون، ملح، فلفل اسود، ليمون، بقدونس، هذا للسمك. عندنا صلصة سانتوريني، زيت زيتون، بصلة حمراء مفرومة ناعم، سنثوم، ربع كوب مي، وعندنا ربع كوب كيبرز المخلل، وعندنا بندورتين مفرومين ناعم، وورقتين غار إذا بتحبوا اختياري المكون هذا.